السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. حصة اليوم إن شاء الله غنتعرفوا فيها على كلمات مهمة باللغة الفرنسية. هذه الكلمات كلها كتنتهي بمون، مثال غارمون، أبارامون، ريسامون، إفكتيفمون، تيلمون، فينالمون، سورمون، إيفيدامون، إيفنتويلمون. فهذه الكلمات اللي كتنتهي بمون كنسميوها les adverbes. les adverbes هاد لي زادفيرب مهمين في اللغه الفرنسيه، كنستعملوهم بكثره. فبقاو معنا حتى الاخر الحصه باش نتعرفوا على معاني لي زادفيرب ونشوفوهم في جمل. فلنبدا على بركه الله. الوغ عندنا غارمون، غارمون او نادرا. ف غارمون لو نو هو غار، غار نادر. غارمون لادفيرب غارمون كيعني نادرا. نشوفوا في اكزامبل او مثال. Je lis rarement des romans de science-fiction. Je lis rarement des romans de science-fiction. Fa je lis katani aqra'o rarement nadiran des romans riwayat de science-fiction. Fa la science-fiction katani al khayal ilmi. Yani nadiran ma aqra'o riwayat al khayal al ilmi. ننتقل للادفيرب الثاني اللي هو تيلمون. تيلمون كتعني جدا او كثيرا او الى حد كبير. كنقولوا ايضا الى درجه عاليه. نشوفوا اكزامبل او مثال. il est tellement content. il est tellement content يعني هو سعيد جدا او سعيد الى درجه كبيره او الى حد كبير. يعني تيلمون كتعني ان دوغري سي الفي. داكوغ. الان نمرو لغيسامون. فاولا نتابعو الغيسامون فكنكتبوها ب او ولكن كنقراوها ب ا. غيسامون اللي كتعني مؤخرا او حديثا. نشوفو اكزامبل او مثال. جو لوي اي بارلي غيسامون. Je lui ai parlé récemment. كتعني تحدثت معه مؤخرا. تحدثت معه مؤخرا. قلنا récemment كتعني مؤخرا. Apparemment. Apparemment هي على ما يبدو أو فيما يبدو أو حسب الظاهر. نشوف اكزامبل. علي est apparemment le plus petit de ses frères. علي est apparemment le plus petit de ses frères. فعلي est apparemment كتعني علي على ما يبدو le plus petit de ses frères يعني هو الأصغر بين إخوته. يعني يبدو أن علي هو الأصغر بين إخوته. فقلنا apparemment كتعني على ما يبدو أو يبدو. notamment. notamment فهي لا سيما أو خصوصا. نشوف اكزامبل. j'évite de boire des boissons le soir notamment le thé et le café. j'évite كتعني اتجنب de boire شرب des boissons مشروبات le soir المساء notamment لا سيما أو خصوصا le thé et le café يعني الشاي والقهوة. J'évite de boire des boissons le soir, notamment le thé et le café. كتعني أتجنب شرب المشروبات في المساء خصوصا أو لا سيما الشاي والقهوة. نمر الأدفيرب آخر اللي هو definitivement. فdefinitivement كتعني نهائيا أو بشكل نهائي وممكن نقول أيضا بصفة نهائية. Example: Le restaurant est définitivement fermé. Le restaurant est définitivement fermé. Enfin, le restaurant ou le matam est définitivement fermé. يعني أغلق بشكل نهائي أو بشكل دائم. Le restaurant est définitivement fermé. Maintenant, facilement, اللي كتعني بسهولة. نشوفوها في exemple. Grâce à Internet, j'ai facilement trouvé la réponse. Grâce à Internet, يعني بفضل الإنترنت, j'ai facilement trouvé la réponse. يعني وجدت الإجابة بسهولة. facilement قلنا هي بسهولة. gratuitement.
غراتويتمون اللي كتعني مجانا او بالمجان يعني بدون مقابل. Il est entré gratuitement au zoo. Il est entré gratuitement au zoo. Il est entré gratuitement au zoo. Fa il est entré gratuitement كتعني دخل مجانا au zoo الى حديقة الحيوان يعني دخل حديقة الحيوان مجانا. Finalement كتعني اخيرا او في النهاية. Finalement, exemple, finalement, ils ont décidé de quitter la ville. Finalement, في النهاية أو أخيرا, ils ont décidé, قرروا, de quitter, أن يغادروا, la ville, المدينة. يعني, finalement, ils ont décidé de quitter la ville, اللي هي أخيرا أو في النهاية, قرروا مغادرة المدينة. Simplement, simplement, كتعني بكل بساطة أو ببساطة. Simplement. عنا أيضا effectivement. Effectivement اللي كتعني بالفعل أو فعلا. Effectivement. Sûrement, sûrement, بالتأكيد. بالتأكيد, بالطبع. أيضا كتعني بدون شك. Sûrement. Précisément, précisément, اللي كتعني بالتحديد. Précisément, بالتحديد أو تحديدا. Doucement, doucement, بهدوء أو بلطف أو برفق. Doucement. بالنسبة لvraiment, vraiment فهي حقا. Vraiment. Franchement, اللي كتعني بصراحة. Franchement. Correctement. فcorrectement كتعني بشكل صحيح أو بشكل مناسب أو أيضا ممكن نقوله كما ينبغي. Correctement, كما ينبغي. Régulièrement. فrégulièrement هي بانتظام أو بصفة منتظمة أو بشكل منتظم. Régulièrement. Volontairement. فهي طوعيا يعني شي حاجة كنديروها بمحض إرادتنا يعني حنا كنتطوعو وكنقومو بها فكتسمى volontairement طوعيا أو طوعا يعني بمحض إرادة نتاعتنا. Généralement. فgeneralement هي عموما أو بوجه عام أو بصفة عامة. Heureusement, heureusement, لحسن الحظ أو من حسن الحظ أو من الجيد. وإحنا المسلمون كنقولوا الحمد لله. Heureusement فهي حمد لله أو الحمد لله. Alors le contraire نتاعها هي malheureusement اللي كتعني لسوء الحظ أو من المؤسف أو للأسف. Malheureusement. Évidemment, évidemment اللي كتعني بالتأكيد أو بالطبع. Éventuellement, فإيفنتوالمون هي ربما أو من الممكن يحتمل أو ممكن نقول أيضا يمكن فهي éventuellement. Rapidement اللي كتعني بسرعة أو سريعا عكسها lentement اللي كتعني ببطء أو بطيئا. Totalement, totalement, le nom هو total, اللي كتعني كليا أو بالكامل أو تماما. Totalement. عندنا أيضا naturellement, اللي كتعني طبيعيا. طبيعيا. وعندها معنى آخر اللي هو كالعادة. فمثلا فممكن نقوله naturellement, tu es en retard. يعني كالعادة أنت متأخر. Naturellement, tu es en retard. كالعادة أنت متأخر. ولكن عموما naturellement كتعني طبيعيا.
وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة اللي تعرفنا فيها على كلمات مهمة كنستعملوها بكثرة. فهذه الكلمات كلها كتنتهي بمو. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. وما تنساوش جيم أو إعجاب الفيديو، فهذا كيشجعني باش نقدم لكم مزيد من الدروس. ونتلاقاو في حصة مقبلة إن شاء الله.